يشامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد. أحمد الشقيري ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبدالله النديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نستعرض تجربة خواطر في عقد من الزمن في لقاء الجمعة، تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم ارحب بضيفي الاستاذ احمد الشقيري. الحمد لله على السلامة ابو يوسف. الله يسلمك، اهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. كنك ناحف؟ نحفاني والله، 13 كيلو. 13 كيلو نازل، وش القصة؟ غيرت فهمي تماما ليش باكل. كيف؟ اشرح لنا، خلينا الفضول هذا شوي مالكني. يعني الواحد بياكل احيانا اما لانه جيعان بس يبغى يسد الجوع، او للمتعة انه الاكل لذيذ، أو لأنه مجتمع مع ناس فجمعة فبيستحي من الناس بيأكل، أو لأنه وسيلة للهروب من مشاكله. فأنا غيرت كل الأسباب دي وصار الهدف من الأكل الطاقة. الطاقة، الطاقة والصحة. فأي أكل ما يجيب لي طاقة وما يجيب لي صحة يضر الجسم لغيته تماما. فلغيت أشياء كثير من نظامي الغذائي. هو ما هو دايت، مش أنه والله أبغى أسوي دايت عشان أنحف، مو هدفي النحف يعني. أجل وش؟ هدفي الطاقة، لأنه لما أكل ما يحصل الخمول اللي بيحصل بعد الأكل. إيش الأشياء اللي ألغيتها مثلا؟ يعني المقلي بكل أنواعه، أي شيء يسبب لي كده كل الحلا يعني. لغيت أشياء كثير. لكن هل هذا يعني، هل هذا التغيير اللي هو بالنسبة للأكل، هل هو تغيير فقط لقضية أمور صحية، ولا لا هي فلسفة في قضايا الطاقة وهناك ما هو أبعد من بس هذا جزء من تغيير يعني. أيوة، جزء من فهم الحديث النبوي. إحنا عندنا دائما نستشهد بالرسول عليه السلام يقول ثلث لطعامه وثلث لشرابه، بس هذا آخر الحديث. أول الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فصار هدف الأكل إقامة الصلب. أي أكل ما حيقيم صلبك ونشاطك حيؤدي إلى خمول. الأمر الثاني أنه في الصوم، مكتر صوم مؤخرا، لأنه عندنا حلقة في خواطر السنة دي عن الصوم وتبحرت في الصوم وفوائده. فقررت أني أثناء التصوير لأول موسم أصوم، أسوي تجربة الصوم أثناء يعني التصوير. أنت الآن في حلقات مصورها؟ أغلب الحلقات مصورها وأنا صايم. وأنت صايم اليوم؟ أيوه. ليه؟ لأنه اكتشفنا أنه يعني مع الإبحار أنه اللي بنسويه في رمضان من ناحية الصوم، كل المظاهر السلبية اللي حصلت في رمضان، خمول، كسل، طفش، كلها الصوم بريء منها. الصوم بالعكس المفروض يديك طاقة. ليه؟ لأنه الواحد لما يأكل تقريبا 30% من طاقته رايحة على فين؟ على المعدة والهضم. فإذا أنت ما أكلت، الطاقة هذه كلها فين حتروح؟ هتبقى في الجسم وفي صفاء الذهن. وهذه مجربة الحقيقة. فدعوة احنا دحين داخلين على رمضان أنه يحصل إعادة تفكير في موضوع الفطور. فطورنا ما هو عند عدد كبير ما هو صحيح. الأكلات اللي ما بتنزل إلا في رمضان دي يبغى لها إعادة نظر. أنا عارف الناس بتضايق مني، هتقول لي حتى يعني الفطور جاي تجلس. أنت اليوم صايم؟ لأنه أنت قبل شوي إحنا ما أخذت يعني. امتنعت عن الضيافة قبل شوي. أهلا وسهلا. طيب خلينا أدخل في يعني 13 كيلو. لا تسحبني عن الأسئلة اللي أنا أريدها. يعني خواطر، نحن الآن وصلنا إلى الجزء العاشر بإذن الله. تجربة طويلة، مشاهدة عالية، انتشار كبير عبر البرنامج اللي تقدمه، يعني كنت قدمته على قناة MBC وكذلك أيضا على قناة الرسالة. احنا في هالحلقة نحاول أنه خليني أقول هي أشبه بكشف حساب، خلينا نفهم هالتجربة يعني. إيش الرسالة الأهم اللي كانت تحملها كل المواسم العشرة لخواطر؟ يعني إذا بلخصها في كلمتين، التحسين المستمر. التحسين المستمر، أنه يحصل تحسين في العالم العربي والإسلامي وعند المشاهدين على كل المستويات، على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري، على المستوى المجتمعي، وعلى المستوى الحكومي، كله يحسن.
طيب أنت يعني كفريق خواطر ماذا حققتم من أهداف وأين تعثرتم طيلة هالمواسم؟ يعني لما الواحد يغير يحاول يغير فكر ويبني يعني جيل جديد بفكر هذا التحسين المستمر، ما تقدر تقيس تغيير الفكر بنسب. اللي نقدر نقيسه انه مثلا مشاريع بدأت مثلا بسبب خواطر. احنا في خواطر 8 اطلقنا اكثر من 40 مشروع تطوعي مثلا في الموسم الثامن. في افكار بدأت تطبق من وراء حلقات الخواطر، مثلا ابرزها كيدزينيا. كنا غطينا في خواطر 5 مشروع اسمه كيدزينيا، العاب للاطفال بس اللي في اليابان. اللي في اليابان، وفي نهايه الحلقه وجهت رساله لاصحاب للتجار، قلت لهم يعني انتم بدل ما تفتحوا بين مول ومول مول، سووا اشياء يعني جيبوا الاشياء المفيده دي تجاره ومنها فائده. فتفرج على الحلقه الاستاذ سلمان الحكير وعجبته الفكره، والان كيدزينيا حيفتتح في جده بعد كم شهر باذن الله، وايضا مفتتح في الكويت ومفتتح في الكويت وفي الامارات، وافتتح الان في مصر، صورنا معهم في مصر السنه هذه. فاحنا بنطرح افكار الحقيقه في البرنامج، المشاهد هو عنده كيفيه التفاعل مع هذه الافكار. بعض الناس يقول لك يا اخي برنامج خواطر محبط، بتورينا يعني الناس فين وصلت. هذا لك انت كمشاهد. يعني مش انتوا تستهدفوا الافراد ولا المؤسسات ولا الحكومات؟ الكل حسب الموضوع. حسب الموضوع، يعني لما نتكلم على امور لها علاقه بالاكل وبالرياضه وبالصحه وبالزواج، هذه امور فرديه. لما نتكلم عن الاخلاقيات في الشوارع والنظافه، وتحط يعني الجزمه الله يكبر يكرمك في المسجد في المكان الصح، توقف في الطابور، كلها امور فرديه. وفي امور اخرى لا علاقه بالحكومه، فهو تنوع. احنا لما يعني دائما لما يقولون ينفخ في قربه مشقوقه يتذكرون الناس احمد شكيري كذا يعني بالربط. أيه. لما ناتي في كل يعني في كل مره نروح للمسجد ونشوف انه احذيه المصلين لم تترتب مع طيلة كل هذه السنوات. نعم. شو نقول؟ لانه الاعلام لوحده لا يغير، مع الاعلام لازم تاتي انظمه. والانظمه لازم تطبق، يعني الأنظمة لازم توضع وأيضا تطبق. الإعلام لوحده هو توعية، بيوريك الصح والغلط وبديك أهداف أنك تحسن نفسك. بدون أنظمة لتطبيق، بدون أنه المسجد إمام المسجد، يعني أنا غطيت حلقة في خواطر مثلا عن موضوع الأحذية. كان عدد الأحذية اللي بتتحط على الأرض مثلا 100، صاروا بسبب خواطر 90، يعني قالوا 10%. التسعين الباقيين دول ما حيغيرهم خواطر، حيغيرهم صاحب المسجد والمسؤولين عن المسجد، أنهم يحطوا نظام على أرض الواقع لإلزام الناس أنهم يلتزموا. وهذا مثال، يعني الأمثلة الأخرى يعني كلها. هنا نناقش نحن فلسفة التغيير من أين تبدأ بهذا الاعتبار. المفترض أنه فلسفة التغيير البوصلة تتجه إلى من يضع القوانين، لأن هي الناس لا يعني الأنظمة تضعها الدول، والدول هي من تستطيع أن تجبر الناس على احترام القانون. بس لازم معاها الإعلام والتوعية علشان الناس تفهم القانون ده ليش موضوع. لا، أقصد أنه فلسفة التغيير تبدأ من تغيير ثقافة المسؤول أولا. الاثنين حسب الموضوع. يعني أنا الآن مثلا ما أقدر ألوم المسؤول ليه ما بوقف سيارتي صح. كشخص كفرد الحين مشاهد فرج علينا، أنت واقف وعمل دبل باركينج مثلا وسديت على واحد، إيش علاقة المسؤول بالموضوع؟ هذا غلطتك أنت. وأيضا النظام المفروض يردعك، يعني هم الاثنين مع بعض، الاثنين يأتوا مع بعض. في أمريكا في التسعينات، أنا درست في أمريكا في التسعينات لما وكنت في كاليفورنيا، وكاليفورنيا هي رائدة كانت التغيير في موضوع التدخين، إقلاع عن التدخين. لما بدأوا، أول ما بدأوا ما بدأوا بالأنظمة، بدأوا بإعلانات توعوية، وإلى الآن أفتكرها كانت شرسة جدا على التدخين، يعني توري التدخين بشكل مقزز جدا. وبدأوها لمدة سنين، وبعدين جاءت الأنظمة يعني طبقت على الناس، وكمان إذا طبقت بالتدريج. بدأوا الأماكن المغلقة الحكومية، بعدين الخاصة، بعدين صار حتى الآن لو برا الباب ما تقدر تدخن، لازم 20 متر، وهكذا. يعني على مستوى المحتوى وعلى مستوى المنهجية الإعلامية لخواطر، يعني أحمد شكيري في سلوكه الإعلامي خاصة في الأجزاء الأخيرة يستخدم أسلوب واحد وهو الوعظ بالصدمة. مش دائما، يعني برضو يعني هنا اختلفت طرق التناول، لكن العنوان العريض هي الوعظ بالصدمة. وبلاش وعظ، حتى وعظ يعني كلمة كده، يعني هي حالة توصيف. أيوه، لطريقة التناول نحاول نوصل الرسالة بشكل نتمنى أنه يكون مقبول خاصة للجيل الجديد. لا، أنا أقصد أنه هذا الأسلوب اللي هو قضية الوعظ بالصدمة، أنه أنا تصدمني علشان أنا أقبل الفكرة. ما فكرت أنه تغير من هذا النمط إلى مثلا إثارة الأسئلة مثلا، شيء من هالقبيل؟ ما هو أنا مش متفق أنه هو دائما بالصدمة.
الصدمة. أنت لا تتفق مع لا الحديث. لأنه أنا يعني مثلا في خواطر خمسة عملنا موضوع الصدمة اللي هو المقارنات. كنا بالمقارنة والمقارنة تصدم، وبالمناسبة ما قارنت ببلد معين، أنا أتكلم بشكل عام دائما. بعض الناس اللي بتقولوا بتركز على السعودية، أظهرت سلبيات السعودية كثير، أنا ما ركزت على دولة بعينها، وما عمري جبت سيرة دولة بعينها بشيء سلبي. حتى كنا نسمي اليابان زمان كوكب اليابان وكوكب آخر، وبنصور في عدة أماكن. يعني الشاهد المقارنة يمكن كانت صدمة، بس هذه كانت موسم واحد فقط، والناس إلى اليوم المشاهدين بعضهم بيحكم على خواطر من موسم اليابان فقط. وهذا موسم من 9 مواسم، 30 حلقة من تقريبا 300 حلقة. هو نقطة تحول، يعني حتى السنة اللي بعدها أنت قعدت تقارن في دول إسلامية، ماليزيا وتجارب إسلامية، هي نفس فكرة المقارنة هي موجودة. نعم، 7 ما كان في مقارنة، مجرد عرض لحلول، كان تحت فكرة حلول. 8 ما كان في مقارنة أبدا، كانت بالعكس، كانت مبدأ الشباب فيهم خير. كل موسم 8 كان أعمال خيرية وشباب وعمل تطوعي. لا بس هي القصد أبو يوسف، شكلي مو فاهم سؤالك. لا عيد صياغة. خليني أعطيك يعني الانتقائية. الانتقائية بمقارنة أفضل ما عند الآخرين بأسوأ ما يوجد عندنا، ومن ثم بعد هذه الانتقائية هي المبالغة في التوصيف. هل هذا أسلوب منصف في خواطر؟ ما مش هذا الأسلوب اللي اتبع في أغلب الحلقات. يعني اليابان مثلا لما قارنت، ومرة أخرى هذا موضوع من 4 سنوات لأن المقارنة وقفناها. ولكن أنا ما قلت اليابان، أنت اللي قلت. أنت بتقول مقارنة فلازم نرجع لليابان. طيب ماشي. لما غطيت مثلا مدرسة في اليابان، أنا ما رحت لأحسن مدرسة في اليابان. المدارس اللي في اليابان النظام حقها كله كان اللي عرضناه، ما رحت اخترت، ومدرسة حكومية كانت عادية يعني ما كان. فلما نيجي نظهر شيء في المقارنة، ما كان أحسن ما عندهم وأسوأ ما عندنا. لذلك إحنا بعدين في خواطر 7 مثلا أظهرنا كثير من الإيجابيات اللي موجودة، وفي كثير من البلاد الإسلامية يعني غطينا إيجابيات في الإمارات، غطينا إيجابيات في السعودية، غطينا إيجابيات في قطر، في ماليزيا، في تركيا. ما يهمني فين الإيجابيات، أنا يهمني الإيجابيات توجد وتغطى بدون تطبيل. يعني فعلا يكون موضوع إيجابي، مش بس تغطيه علشان أوه والله أحمد. يعني لما غطينا مثلا الجبيل الصناعية في المملكة، فعلا نموذج يحتذى به. هل كانت قناعة ولا ردة فعل؟ انت شفت اليابان قالوا الناس كذا، هي كل موسم هو ردة فعل لردة فعل الناس التي قبل. ردة فعل ولكن عن قناعة. ما عمري أنا أشوف أغطي في خواطر شيء إلا وأنا شخصيا مقتنع به تماما 100%. لذلك أنا المسؤول حتى في المونتاج، وبنقصقص أشياء كثير ما، والمواضيع لازم أنتقيها، لازم أكون مقتنع. فلما غطينا إيجابيات في الإمارات أو غطينا إيجابيات في السعودية، غطيناها لأنه أنا فعلا مقتنع أنه هذا شيء كويس. أنا فعلا من قلبي أتمنى أنه كل المدن العربية تصير زي جبال الصناعية، تصير زي في بعض الأمور اللي غطيناها في دبي وهكذا. يعني لو قلنا مثلا المثالية وجلد الذات، هل هي تعتبر تهمة ولا حقيقة في خواطر؟ خاصة جلد الذات. جلد الذات بمعنى أنه الواحد قاعد يركز على العيوب مرة أخرى، هذا كان في إحدى المواسم، ما طيب. كان في كل المواسم. حتى لما أنا أعرض يا عبد الله في موسم حلول بقول لكم هذه هذا النظام في البلدية كويس كده، هذا كويس، هذه المحاكم شوفوا كيف قاعدين يتعاملوا فيها، هذه السجون شوف كيف قاعدين يسووا فيها، هذا الشارع شوف كيف منظم. هذا ما هو جلد ذات، هذا معناه انه ده كويس نبغاه بس. طيب طريقة العرض انت تشوف انها تصيب المتلقي بالتثبيط ولا هي دعوة محفزة؟ يعتمد على المتلقي، لانه عندك في خواطر الملايين قاعدين يتفرجوا. بعض الناس حيشوف وحيقول احبط، بعض الناس حيشوف وحيقول انا تشجعت، بالعكس انا تحمست انه يكون لي دور، اني يكون لي دور انه اشوف الاشياء اللي بعرضها خواطر الشقيري دي اشوفها في العالم العربي. بعض التجار بيشوفوا وبيطبقوا، وبعض التجار بيشوفوا ما بيطبقوا، بعض المسؤولين الحكوميين بيشوفوا وبيطبقوا وبعضهم لا. فالمسألة مش معتمدة على خواطر، المسألة معتمدة على المشاهد، الرسالة واحدة. لا حتى أنا هي القصد أنه لما تجيب أنت مثلا شغلة إيجابية يكون هناك في نوع من المبالغة اللي تخلينا، حتى اليابانيين أنفسهم تحدثوا أنه شقيري وصف مجتمعنا بشيء مبالغة زيادة عن اللزوم. أي أنا شفت المقطع حق اليابان، ولعلمك تواصلنا، إحنا كان في تواصل. طيب مع كويس. القناة. إيش 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 قلتوا إيش قالوا؟ وأرسلوا لي إيميل طويل اعتذار لسوء فهم العرب للمقطع. طيب شو خلينا نفهم؟ إحنا ما بنتريق عليكم، ما كنا بنتريق عليك، مو الهدف إنك نتريق عليك. رد فعلنا كان هو إنه إحنا أصلاً شايفين الأمور دي عادي ومستغربين أنت ليه منبهر يعني أصلاً.
يعني لما تيجي تغطي انه الاولاد بنظفوا الفصول بنفسهم وانت منبهر وكذا، احنا ما احنا كل الفصول بتغطي. المقطع الاخير بس واحد كان، لانه هو اصلا كوميدي، راجل كوميدي، في المقطع حق المحفظه لما كنت اخذت المحفظه وبعدين رجعوها اليابانيين، قال ضرب مثله تريق لانه هو كوميدي قاعد يعني يمزح، فقال انه لو حط المحفظه في الحي الفلاني كم لقي الناس كلها حتتجمع عليه بالضبط. فاحنا ثاني سنه رحنا السنة الماضية بس ما عرضناها، لما رحت للحي الفلاني ده وحطيت المحفظة برضو صورناها، وبرضو نفس الشيء واحد أخذها وراح وداها للبوليس في نفس الحي اللي ذكروا هذا الشخص. لا هي القصد إنه حتى اليابانيين من تتحدث عنهم هم حسوا إنه هذا الطرح هو طرح مثالي. أنا أتكلم عن قضية المثالية، هل المثالية من الصالح أنه نطرحها أم هي لا، هي تعتبر الانتقادية زائد المثالية تعطينا نتيجة محبطة؟ الاثنين مع بعض، لازم يكون دائما في توازن، ولازم الواحد لما يعرض الأمور بتوازن. يعني احنا السنة هذه مثلا عندنا بعض الأمور السلبية، الناس يمكن حتتفاجأ، عندنا بعض الأمور السلبية عن اليابان وعن أمريكا وفي كذا حلقة عن السلبيات اللي موجودة في المجتمع الياباني وفي المجتمع الأمريكي اللي قد لا يعرفها بعض الناس وبعض الناس قد يعرفها. وأنا يعني في النهاية الأمر هو إيصال فكرة، الفكرة توصل عن طريق أنه نظهر إيجابيات الغير، حنظهر إيجابيات الغير، نظهر إيجابياتنا، نظهر إيجابياتنا، نظهر سلبيات الغير أو سلبياتنا لكل موسم ولكل سنة خطة خطة وأسلوب، وهو سلسلة ما تقدر تفصل تقول والله الموسم الخامس وتنسى أربع مواسم قبلها وخمسة مواسم بعدها. الناس يمكن السنة دي تستغرب تقول يعني أنت دحين قاعد تمدح في اليابان سنتين ثلاثة، دحين جاي تقول لنا أنه نسب الانتحار مرتفعة وعندهم تفكك أسري، وعندهم وقاعدين السنة دي نغطي. هو هذه قضية يعني المبالغة في المدنية، هل خواطر في السابق كان كل ما يطرحه هو المبالغة في المدنية مع ترك الجوانب الثانية اللي هي جوانب الإيمان والقرب من الله، وبالتالي أنت هذا الموسم اكتشفت هذا الموضوع وغيرت؟ لا، احنا عندنا دائما، احنا القرآن الكريم دائما يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يجوا مع بعض جناحين، جناح الإيمان وجناح العمل الصالح. جناح الإيمانيات منتشر في البرامج يعني، وكثير منهم يتقنوه أكثر مني. نعم. الروحانيات وال يعني الأمور لا علاقة بالإيمان. العمل الصالح اللي هي الأمور كلها هذه اللي تندرج اللي بنغطيها في خواطر، احنا شعرنا انه نبغى نسد ثغرة في هذا الموضوع فسدنا. وحتى الآن سبحان الله السنة دي حنتكلم عن بعض الإيمانيات. هجيك أنا بعد شوية، قضية أنت دائما تقول الكلمة الشهيرة لست عالما ولا مفتيا ولا فقيها وإنما طالب علم، لكنك أيضا تتحدث عن قضايا كبيرة لها أبعاد شرعية قد تكون أحيانا خطيرة. هل في مرجعية شرعية لخواطر لإقرار هذه الأمور أو هي لا اجتهادات أحمد وبس؟ لا، أنا ما بجتهد من عندي، أنا لما بنقل أي شيء بيكون رأي موجود لبعض العلماء. ما عمري اخترعت شيء من راسي، وانا ناقل فقط، ما اعتبر. لا احيانا تتوصل فكره، تذكر الموسم اللي كنت حاط فيه السلفي اللي فيه الجرافيكس في اشاره البرنامج انه هي فكره التعايش، انت كيف انه كيف فكره الاختلاف فكره التعايش، هذه كانت فكره من الافكار يعني، ما هي قضيه نقل. لا، ما هي انا هذه الفكره جبتها من فين؟ جبتها من اطلاعي على الكتب وراي المشايخ وتنوع اراء المشايخ والاختلافات الفقهيه اللي موجوده عندهم ورايهم في موضوع التعايش، وانه واحده من اهم عناصر نهضه اي دوله انه يكون في تعايش بين الاطياف المختلفه سواء كانت عرقيه او مذهبيه او دينيه، يعرفوا يعيشوا مع بعض تحت وطن واحد. هذه كلها ما صحيت وانا مولود وفيها هذه الافكار، من قراءات من الاطلاع. يعني هي اختياراتك في النهايه، لكن لا يوجد مثلا لجنه شرعيه او مشايخ معينين يقرون انه ما يعرض وما لا يعرض من ناحيه الشرعيه. لا، لانه اصلا هذا نادر يعني. القضايا هذه اللي بتكلم عنها ما تمثل يمكن 5% من حلقات خواطر، باقي الامور امور عامه يعني يتفق عليها كل الناس يعني. في احيانا ياتي بعض النقد، تسمح لي اقرا بعضه؟ تفضل. يعني ايش جايب معك؟ خليني اقرا لك هذا واحد كاتب، الاستاذ عبد المجيد الزهراني في صحيفه الوطن، كاتب عنوان مقال احمد الشقيري والفهلو، هو تكلم على أنه برنامج غاية في التسطيح المعرفي والفقهي والشرعي، لم تعد المسألة عند الشقيري مسألة طالب علم أو طالب بطيخ، بل صارت ملابس ماركات سفلية. طالب بطيخ؟ يعني لم تكن مسألة طالب علم ولا طالب بطيخ، بل صارت ملابس ماركات سفريات إعلانات نظارات جزم الله يكرمك وبكرة بولينج ركوب أحصنة سكواتش، متاجرة بكم آية وكم حديث للأسف. مثل هذا النقد اللاذع كيف تتعامل معه؟ أتعامل معه أني فقط أوضح
وضح. يعني من أسبوعين طلعت برضو إشاعة في تويتر أنه في جمعية خيرية كانت تبغاني ألقي محاضرة. الفلوس ما هي هذه متاجرة نجيك إياها، لكنه أنا أتكلم بشكل يعني هو جزئيتين. الجزئية الأولى قضية أنه هذا النقد لما يأتي نقد لاذع بهذا الحجم، أنت الأصل كيف تتعامل معه؟ ترد على كل الأشياء ولا كيف؟ أني أوضح بس. بس أحيانا أرد بالتوضيح وأحيانا قضية التسطيح. تسطيح دائما نفرق بين التسطيح والتبسيط. في فرق بين أن تكون معلومة تقدم بأسلوب بسيط يفهمه الكل وبين أنك تتكلم تسطيح. أنا ما أعرف ليه يعتبر تسطيح أنه نتكلم عن قضايا القضاء على الفساد وقضايا الأخلاقية واحترام الأنظمة والمحاكم والمدارس والتعليم، كل هذه قضايا تهم أصغر فرد إلى أكبر فرد في المجتمع. كوني أني بقدمها بأسلوب بسيط مبسط علشان الكبير والصغير يفهمها، يعني ما أدري هذا يعتبر تسطيح ولا تبسيط. ورسالة الإسلام اللي ميز الرسول صلى الله عليه وسلم تبسيطه الأمور، ما كان بعقد الأمور على الناس، كان الأمور بسيطة وكان يتعامل مع الأعرابي ومع المتعلم وغير المتعلم بأسلوب يفهمه الكل. وهذه من أسرار النجاح وانتشار الإسلام كديانة، تبسيط. في كتابك رحلتي مع غاندي قرأنا يعني بس يعني ما جاوبتك على المتاجرة. أبا جايك المستوى، أبا جايك الفلوس. المشاهدين لا 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 ما أنا ما راح أنسى. طيب. موضوع قصة رحلتي مع غاندي، أنت يعني على مستوى الشخصي مثلا أنا حسيت أنه هو في قراءة في تحول في فكر أحمد الشقيري لمنطقة أخرى، يعني خليني أقول لك مدرسة الروحانيات أكثر، ويمكن ما أدري على البرنامج هذا حق الطاقم الطاقة له علاقة في الموضوع ولا لا، لكنه هل ممكن أن تتأثر خواطر أو المحتوى المستقبل الذي يقدمه شقيري سواء في خواطر أو في غيره بهذا الموضوع، أو سيظل على المواضيع التي تطرح الآن؟ لا دائما خواطر هو عبارة عن يعني الأفكار بتيجي من عدة جوانب بما فيها الأمور اللي أنا أعيشها في هذه الفترة. يعني السنة هذه حنتكلم عن كثير من الأمور اللي علاقة بتطوير الفرد، لأنها مرحلة أنا عديت فيها السنة هذه شخصيا يعني، وحابب أنقلها للمشاهدين. حدثني إيش حيكون في خواطر عشر؟ يعني حنتكلم عن أمور تهم الفرد، أمور قد تكون تقليدية حنعرضها بأسلوب غير تقليدي. فحنتكلم عن موضوع الصلاة مثلا وهو موضوع تقليدي، ولكن حنتكلم عنه جانب غير تقليدي. يعني أنا في موضوع الصلاة رحنا وسوينا، رحت في أمريكا وسويت في مستشفى برين سكان للعقل. نعم. علشان نشوف أثر الصلاة على العقل علميا قبل وبعد الصلاة، سويناها تجربة حتعرض. سوينا تجربة تانية أثر الصلاة على الطاقة، على طاقة الإنسان برضو علميا. أثر قراءة القرآن على الماء علميا، كيف يتأثر الماء فعليا علميا. للتجسيد، لتأكيد مبدأ الخشوع في الصلاة، وأنه أهمية الصلاة ليست فقط أنك بس تصلي، لازم تصلي بخشوع. صلي فإنك لم تصلي لو ما صليت بخشوع. فمواضيع زي دي الصلاة، الصوم حتى هنتكلم كثيرا عن الصوم وكيف أن الصوم في رمضان ما صار يؤتي أكله المطلوبة من الصيام. وهكذا مواضيع. يعني فكرة خواطر عشرة هي اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هذا عنوانه، هذا العنوان، اهدنا الصراط المستقيم. ندعو المشاهدين أن ينظروا إلى الدعوة هذه اللي بندعوها في الصلاة. نعم. كل يوم وفي كل ركعة بمفهوم أكبر. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى اهديني في أي قرار سأقوم به في حياتي في هذه اللحظة. في بعد الصلاة كل واحد عنده قرارات، إيش آكل، إيش أشرب، أسوي رياضة ولا ما أسوي رياضة، ألتزم بالموعد ولا ما ألتزم. كل قرارات الحياة تحتاج إلى إهدنا الصراط المستقيم. وحتستخدموا قراءة غير تقليدية للأشياء التقليدية. مش قراءة غير تقليدية، عرض يعني غير تقليدي، لأن الصلاة في النهاية كثير ناس تكلموا عن الصلاة، فحبينا نمذج بين الصلاة والعلم وكيف أنها فعلا قاعدة تأثر على جسمك. قاعدين نتكلم على الأمور اللي برضو على المستوى الشخصي. زي العين والحسد حتدخلوا فيها؟ لا مش بالضرورة دي. بس مثلا حنتكلم على موضوع الزواج، ليه ربنا وضع الزواج كصراط مستقيم في الدنيا؟ وإيش أثر البلاد؟ وهنا يجي موضوع بعض الأمور السلبية اللي الناس قد تستغرب أنه أف خواطر جاب شيء سلبي من الغرب ولا من اليابان. أنه إيش أثر حياد مثلا دولة زي اليابان اليوم؟ اليوم هي دولة أمة ستنقرض إذا استمروا على وضعهم الحالي كأمة. هي أمة منقرضة، تعداد السكاني حقهم قاعد يقل. ليه؟ ما في، لأنه منظومة الزواج عندهم فيها خلل والإنجاب فيه خلل، فهي الآن بتصبح أمة هرمة مثلا. وبنتكلم على هذا، ليه هذا الصراط المستقيم؟ وبنأصل مبدأ أنه الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيء إلا وفيه مضار على البشرية في الدنيا.
قبل الآخرة، مش موضوع بس خلاص تحريم وانتهينا. فبنأصل وبنوعي المشاهد أو نبرز للمشاهد أنه ليه الله سبحانه وتعالى أمر بالزواج. البلاد أو بعض الناس اللي يطالبوا بالحريات الزايدة، إيش الآثار حقت الحريات اللي تعاني منها اليوم بلاد زي أمريكا مثلا واليابان؟ فعنوان خواطر عشرة اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. طيب ماذا بعد خواطر عشرة؟ يعني كثير تحدث على أنه أحمد بدأ يكرر نفسه في كثير من المواسم، أنه الأشياء كثيرة موجودة قد تختلف شوي القالب، لكنه هي هناك يعني مجموعة من التكرار، وأنه تجربة 10 سنوات. متى سيتوقف خواطر وماذا بعد خواطر؟ يعني في احتمال أنه الموسم ده يكون الموسم الأخير؟ احتمال. أنت قلت، ولو قطعتك معليش، أنت قلت أنه أنا حعتزل مدة شهر بعد رمضان الماضي. أي. ما أدري أنت اعتزلت الشهر؟ اعتزلت وجلست كذا شهر. وين اعتزلت؟ يعني رحت مكان كذا وحاولت أخلو بنفسي برا المملكة. يعني في مكان معين كدا. طيب وبعد هالعزلة أنت قررت؟ لا ما قررت الحقيقة. خواطر الآن في مرحلة المونتاج، وصار لنا متصور من 6 أشهر، ومستني أشوف الحلقات بعد المونتاج وأقيمها وأقرر خلاص كفاية ولا عندنا شيء جديد نضيفه. دائما المعيار عندي حقيقة في استمرار خواطر أني أشعر أنه في شيء جديد قاعدين نقدمه. يعني إذا شعرت ما في شيء جديد أتوقف، هذا معياري في القرار. إيه بس أنت هل يعني عندك فكرة بديلة أنت قاعد تجهز لها بعد خواطر عشرة؟ يعني أنا الآن قاعد أحضر لفكرة أكاديمية على أرض الواقع، أنتقل من الإعلام العام إلى أنه نسوي أكاديمية أو مخيم شهري، يكون شهر مكثف في أمور تطوير ذات على كل المستويات، النظام الغذائي، النظام الصحي، الرياضي، الذكاء المالي وكيف التعامل مع الأمور المالية والاستثمارات، يعني الواحد الإحسان في كل جوانب الإنسان. نحوله إلى مخيم، الناس تيجي لمدة شهر مكثف في محاولة لتحسين أداء الفرد على كل المستويات، وهو مخيم خالي تماما، عشان بس مخيمات تخوف، خالي تماما من أي بعد سياسي، ليس لها علاقة أبدا لا من قريب ولا من بعيد، ولا في السياسة ولا في أمور الفتاوى والأمور الشرعية والفقهية. مخيم تطوير ذات. هذا الآن اهتمامي الحقيقة، لأنه أنا شخصيا صار لي سنتين كثير أمور تغيرت فيها أنا شخصيا، وقرارات شخصية، تنقل هالتجربة للناس، حابب أنقلها على مستوى عملي. عملي مش في الإعلام. لا، لأنه الإعلام يعني احتمال أنه يتوقف، يصير خواطر عشرة هو المشروع، هو السلسلة الأخيرة، وبعدها احتمال نشوف أنه الأكاديمية هي اللي حتكون احتمال. وأنا حسوي الأكاديمية حتى لو استمرنا بخواطر 11، ما أعرف، ولكن القرار لسه حنقرره بعد أسبوعين. أنا بس حريص أنه لما بعد أسبوعين اللي هو إيش؟ إنهاء خواطر، أن يكون الموسم الأخير ولا لا، حنقرره بعد ما أشوف المادة المعروضة وأستشير وأستخير. وإذا حسيت أنه خلاص يعني 10 سنوات كافية، لأنه الحقيقة يعني الموضوع هو أنه تحس أنك قاعد تقدم شيء كويس وله قبول ومطلوب في الفترة اللي أنت فيها. إذا أنت حسيت أنه خلاص توقف. طيب لأنه أنا مو مجالي، أنا هذا متخصص الإعلام، وكنا ذكرنا الموضوع سابقا، أنا مش مجالي الإعلام، ولا مكان رزقي الإعلام، ولا هدفي في الحياة أني أفضل إعلامي. لا بلا، هو يعني في حل ثالث، انه مو اني انك تكمل او انه توقف، شو زملار حلول، اي انه ممكن انه يقدم ماده اخرى غير خواطر، يعني الجزء الاول من من, من شيء جديد. يعني ما عندي نيه لذلك، لسبب انه خواطر برنامج مرن جدا انه يستحمل اي فورمة اعلاميه، اي فورمة اعلاميه. يعني انت يا تستمر في خواطر يا ما تستمر، هذه فكرتك؟ يعني لانه لو عندي فكره جديده أحطها تحت قالب خواطر خلاص. يعني خواطر ممكن يكون سفر، ممكن يكون لقاء، إذا أبغى أحوله لقاءات أحوله لقاءات، ممكن أحوله لبرنامج كاميرا خفية هادف زي ما سوينا في لو كان بيننا، فممكن أسوي أي شيء ويدخل تحت خواطر وخلاص، ليه أبدأ برنامج جديد يعني؟ فإذا عندي فكرة جديدة يستمر، ممكن تكون تحت خواطر. تحت خواطر يعني. إذا ما عندي فكرة جديدة خلاص. أنت حتى الآن ما عندك أنت فكرة جديدة للسنة الـ 11؟ لا لسه ما في. وتحدي الحقيقة أنا عندي مشكلة، هي ما أعرف هي مشكلة ولا شيء كويس، عندي إدمان تحسين، مدمن تحسين، يعني ما أقدر أنه اليوم يكون زي أمس حتى على مستواي الشخصي. نعم. ما أقدر، لازم أحسن. وكذلك على خواطر
ما أقدر أحس أنه والله الموسم ده ما حسنت فيه وأضفت عن المواسم السابقة. لكن القرار مش بردة فعل الجمهور إذا عرض، أنت قرارك لما تشوف المادة بعد رضاي عن المادة، وأشعر أني فعلا قدمت مادة يعني تكون مفيدة للعالم العربي والإسلامي في عام 2014. المناصب الحكومية كثير تحدث أنه لما يشوف تجربة وأفكار أحمد، وسواء في النقد أو في الحلول، أنه لماذا لا يكون هناك يعني منصب حكومي أو عمل حكومي، أو أن ينخرط أحمد في مهمة حكومية تحاول أن تطبق هذه الأفكار إلى أرض الواقع؟ واحدة من مشاكل الإعلام يا أخوي يا عبد الله، نعم، أنه الإعلام، وهذا مشكلة يعني أنا أعاني منها شخصيا وبتضايقني دائما، بيكبر من قيمة الشخص اللي في الإعلام. لأنه الإعلام طبيعته ما حيظهر إلا إيجابيات الشخص. لما تشوفني في خواطر تشوف إيجابياتي بس، ما بتشوفني أنا الإنسان العادي، بس حتشوف الإيجابيات، وحتشوف حتى الكلام الواضح، يعني حتى أغلاطي لما أغلط، لأنه ما بنصور لايف ما بتبان للمشاهدين، حتى لو مثلا بيت شعر ماني حافظه بحفظه في لحظتها وبقوله، فيبان أحمد اللي هو إيش الصورة الأفضل، الصورة الأفضل المثالية اللي هي غير واقعية. وأحاول أنا دائما أحيانا أطريها، لذلك أحيانا أحط خلف كواليس، أحط أخطاء علشان بس نهدي الأمور، أنه كل واحد له مجاله. مش علشان أحمد الشقيري طلع في التلفزيون وعرض جوانب إيجابية في المجتمعات معناه أنه قادر أنه يقود مثلا وزارة ولا منصب حكومي. المنصب الحكومي يحتاج دراية ويحتاج مهارة، ويحتاج يمكن أنا ما يكون عندي مهارات قيادة مثلا، أو ما يكون عندي مهارة في الوزارة المعينة. في تخصصات، في تخصصات. لذلك يوسف عليه السلام لما قال لفرعون اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. في اثنين صفتين لازم الحفيظ، يعني سأحافظ على الأمانة، سأكون أمين للعزيز، ولازم للعزيز، ولازم أكون عليم. عليم يعني عارف متخصص في الشيء اللي حامسكه، فهذا ليس بالضرورة عندي. وهو الآن بالتالي، وأنا أصلا لا أطمح إلى منصب حكومي. يعني لا تطمح لا ما أطلع، لأنه ما هو تخصص. يعني لو عرضت عليك مثلا الحكومة أنه تتعاون معك في مجال معين، تعاون إيه، وإذا شيء أقدر أضيف فيه وفعلا أنا أقدر أفهم فيه، الواحد ما يحشر نفسه بكل شيء يعني. لا هي أيوة، إذا في ممكن أفيد وأساعد أيوة، وإذا كمان في إشكالية تانية في موضوع المناصب الحكومية أو تحدي موضوع الصلاحيات. أنت لما تعطي أحد منصب حكومي معين، سواء في الوزارة أو في البلديات، أو قاعد تعطي الصلاحيات الكاملة إنه فعلا يغير في هذا المنصب اللي هو في أيا كان في العالم العربي كله. فهذه قضية أخرى كمان، منصب يأتي معه صلاحيات، كنا غطينا هذا الموضوع سابقا يعني. طيب. فالشاهد أنه النظر للشخص اللي بيطلع في التلفزيون باعتدال، بدون مبالغة في قدراته أو في مثالية عمله. في طيب كل شيء. هو سؤال أصلا يعني عفوا، بدون المبالغة في الإطراء، وكمان بدون المبالغة في النقد والذم. يعني أنا دائما أقول لست بالحسن الذي يظنه بي المحبون، ولا بالسوء الذي يظنه بي الكارهون، ولا بحسن المعجبين، ترى ماني كده لدي الدرجة، وكمان ماني شيطان زماني يعني اللي يصوره بعض الكارهين جدا لي. دائما الوسطية، وما في أحد يؤخذ منه ويرد إلا الرسول، لا يؤخذ منه ولا يرد إلا الرسول. هو قضية الآن، هذا سؤال يعني، أو هذا الحديث يقودني إلى سؤال عن دور الإعلام. هو كل ما نجح برنامج يجب أن يطبق، هل دور الإعلام هو تسليط الضوء فقط، أما يجب أن يستمر دور الإعلام إلى، يعني هناك برامج كثيرة خاصة البرامج التوك شو في السعودية التي تتحدث عن المشاكل الموجودة، برنامج الأستاذ داود الشريان، برنامج الأستاذ علي العلياني، يعني برامج كثيرة تتحدث عن يعني اللي هي المشاكل المجتمع، ثم يقولون ما شفنا شيء يتغير. هل وظيفة الإعلامي تقتصر على الضوء، ولا يجب أن يكون يمتد إلى العمل؟ حسب كل واحد ووضعه، كل واحد ومجاله. الإعلام بشكل عام مرة أخرى هدفه التوعية. الإعلام ما عنده صلاحيات أنه يحط أنظمة، لأن الإعلام صلاحياته في منظومته في التغيير هو تغيير وعي المشاهدين وفكرهم فقط، يقف عند هذا، ما يحتمل أكثر من ذلك. طيب، في مجموعة من الأحداث صارت الأسبوع، ودي أنا أدش فيك إن سمحت لي. الأيام السبعة، الأيام السبعة، المصريون ينتخبون رئيسهم الجديد، الخواطر في ذمة الله،
جدل في الشارع الرياضي بعد إقالة سامي الجابر. الأيام السبعة. حياكم الله مع ضيفي الأستاذ أحمد شقيري. حسبت عندك إعلان مستغرب. لا لا إعلانات فقلت ما شاء الله. هذه أحداثنا الأسبوعية. كيف قراءتك للمشهد المصري، خاصة أنه المصريين يقترعون أو اقترعوا وانتهوا على رئيسهم الجديد، واحتماليات الكبرى تقول أنه رئيسهم القادم هو المشير عبد الفتاح السيسي؟ خلاص هو أظن أمس طلعت النتائج. لا هو بشكل رسمي يعني لسه ما يعني نوعا ما. نعم. يعني إيش السؤال؟ قراءتك للمشهد المصري. أنا أولا ماني سياسي. أي وما أقرأ المشاهد السياسية لأنه ماني محلل سياسي. ولما حصلت الأحداث في مصر في رمضان كان بيعرض خواطر كثير، ناس سألوني في تويتر إيش رأيك بالأحداث، علق على الأحداث. قلت لهم أنا ما عندي، ليس كل حدث يعلق عليه، وليس بالضرورة الإنسان يكون عنده رأي في كل شيء. أحيانا الإنسان يقول لا أعلم لا أعلم. وليه لا أعلم؟ الأحداث في مصر علشان الواحد يقدر يفتي فيها ويتكلم فيها لازم يكون مطلع في كل تفاصيل الحقائق. يعني أنا أضرب مثال بس. نعم. إذا الآن في جنبنا غرفة اجتماعات أنا ما شفتها، فيها كراسي، جوني اثنين بيتخانقوا، واحد يقول لي يا أخي الغرفة الاجتماعات دي فيها 10 كراسي، والثاني يقول لي لا فيها 5، وكل واحد جايب لي فيديو شوف يا أخي فيه 5 كراسي شوف عد، والثاني يجيب لي 10 كراسي، احكم بيننا إيش رأيك الحقيقة مع مين؟ لو أنا ما رحت وشفت بعيني وكل واحد قاعد يكذب الثاني وكل واحد قاعد يوريني فيديوهات تثبت رأيه، حقول لهم أنا آسف أنا ما أعرف، ما أعرف لغياب الحقائق. هو أنت في الحدث المصري اللي صار تشوف قناة إعلانية، قناة إخبارية معينة تبين لك تأييد لجانب، قناة الإخبارية الثانية تؤيد الجانب الآخر تماما، تشوف الصورتين نقيضين بدون الحقائق ما تكون موجودة بالكامل الواحد لا يتكلم. وطالما أنه أنا ماني محلل سياسي صدقا ما عندي رأي، ومع الأسف بعض الناس يحاولوا يمتطوا أسماء المشاهير علشان يأثروا. يعني بعض الناس حطوني صورة مدري من 4-5 سنين أنا بسوي كده، حطوها علشان أنه أنا مأيد رابعة، وأنا بالمناسبة في تويتر ما عمري حطيت إشارات ولا تأييد لأحد. والجانب الثاني طلعوا كلام انه انا مؤيد للسيسي، وانا ولا سويت ده ولا سويت ده، وما اجد اي حرج انه الانسان لا يقحم نفسه في كل مسائل الحياه، ولا اجد اي حرج اني اقول انا ترى الموضوع ده ملخبطني، ما بشغلي يعني ومو شغلي ولا تخصصي، وانا ماني في الحدث علشان اعطي راي، لانه الراي مسؤوليه، خاصه لما تكون عندك يعني ناس بيسمعوا لك وبيحترموا رايك، وممكن حتى شباب يتبعوك لمجرد انه انت تفوهت بهذا، وهذا غلط ولكن واقع. مفروض الناس ما تتبع كلام شخص لمجرد الشخص، تتبع الكلام، يتبع الحق وليس القائد، ولكن مسؤولية أنه تيجي تقول رأيك في شيء، فيا تقول له أنت فاهم يا تسكت. اللي أتمنى في مصر وفي كل العالم العربي، وهذا دائما أقوله، أنه مش مهم أنا صراحة عندي من الذي يحكم، إيش المهم؟ اللي يهم كيف يحكم، ما يهمني من يحكم، يهمني اللي يحكم يطبق أهم 3-4 معايير لتحسين الدولة حقته اللي حيحكمها، يقضي على الفساد والمحسوبيات والواسطات، يؤدي إلى وحدة وطنية فكل الطوائف المتعاركة سواء دينية أو مذهبية أو طائفية يقدر يوحدهم من أجل مصلحة الوطن، يهتم بالتعليم، يحقق المساواة، ويحقق حياة كريمة للفرد في وطنه. يعني كيف يحكم أهم من من يحكم؟ طبعا هو لأنه في النهاية مش مهم الأسماء، مهم نتائج هؤلاء الأسماء. طيب. وأنا في مصر أقترح لكل العالم العربي النظر في التجارب دائما، وهذا هدف خواطر، أنه نشوف تجارب ناس كانوا في الحضيض وكيف تحسنوا. لذلك مثلا غطينا سنغافورة، أنا أقترح بشدة على مصر وعلى كل العالم العربي شوف تجربة السنغافورية، لأنها دولة انتقلت من عالم ثالث إلى عالم أول خلال 30 سنة، وكانت فعلا عندها كثير من المشاكل اللي احنا اليوم بتضايقنا في بعض العالم العربي، واليوم هي واحدة من أغنى دول العالم مستوى الفرد، واحدة من أنظف دول العالم. ونشوف لي كوان يو اللي هو رئيس الوزراء اللي استلمها في الستينات ماذا فعل. يعني اللي حيستلم حكم مصر اليوم ياريت يلتقي بلي كوان يو ويقرأ كتابه من العالم الثالث إلى العالم الأول، وشوف كيف حارب الفساد حتى على أقربائه.
سبحان الله، يعني ليكونيو المذكرات حقته مفيدة جدا. فهذا اقتراحي، أنه المهم أنه اللي حيمسك إن شاء الله يقوم بإقامة العدل والقضاء على الفساد. يعني أنت تنصح من يحكم مصر القادم أن يقرأ كتاب، يقرأ أي كتاب لأي دولة عاش يعني كان عندها تحديات شبيهة، أيوة، لأنه بعض الناس مثلا لما نقول اليابان، لما كنا جبنا اليابان، واحدة من الأمور اليابان طبعا هم صار لهم 70 سنة 80 سنة متقدمين، ما يقدر تقارنهم ب، لكن هذول بخلال جيل انت استلم. السنغافورة هذا واحد استلم، كانت البلد معدومة، ولدرجة تعرف سنغافورة كانوا بيستحموا في الشوارع لدي الدرجة، يعني هو كاتب في مذكراته يا أخي أنا أندهش من سائقي التاكسي يبصقون في الشارع، يفتحوا الشباك ويبصقوا في الشارع، والناس بتستحمى في الشارع في فيديوهات. لذلك التحدي كمان سرعة التحسين، المسألة مش بس تحسين، سرعة التحسين. احنا كنا عملنا تجربة، شفنا أداء مصر، كان حلقة السنة الماضية، أداء مصر الاقتصادي على أيام العهد النظام السابق قبل الثورات، نسبة تحسنها، وعملنا حسبة بسيطة أنه بنسبة التحسن هذه بالسرعة، وافترضنا أن سنغافورة حتنام، حيقرروا اليوم رئيس الوزراء حيقول لهم أقول لكم ما نبغى نهضة اقتصادية، نبغى نفضل زي ما إحنا. ومصر في تحسنها على النظام القديم قبل الثورات، متى دخل الفرد في مصر يوصل سيساوي دخل الفرد في سنغافورة؟ كم يبنوا من سنة؟ متى؟ ما أدري كم يبنوا؟ 2090، سنة 2090، هذا لو سنغافورة قررت تنام، يعني مو بشغالين. فالتحدي عند اللي حيجي يستلم أنه ليس فقط التحسين، ولكن التحسين المستمر السريع اللي يخلي مصر وأي دولة يعني عربية تنتقل خلال جيل، خلال جيل 25 سنة 30 سنة. طيب، هذا تحدي كبير. الشيء بشيء يذكر، طبعا السعودية ودعت رجل من رجالات دولتها اللي هو الوزير الكويت رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ونعزي أسرته. السؤال طبعا الخويطر كان في يوم من الأيام رحمة الله عليه وزيرا للمعارف، كيف يمكن أن ننهض بالتعليم في بلد زي المملكة العربية السعودية؟ اللي ينهض بالتعليم سواء في السعودية أو غير السعودية مرة أخرى هي نفس الحلول، أنه لازم الاهتمام أولا بالتربية قبل التعليم، وهذا دائما أنا أقوله، أنه إحنا التحدي في فترة المدرسة أنه يخرج الإنسان الكاركتر حقه، شخصيته مصقولة لمجابهة الحياة لما يروح الجامعة. فالاهتمام بالتربية، المباني المدرسية لازمها اهتمام، والمدرس، المدرس العنصر الأساسي في الفصل اللي الطلبة بيجلسوا معاه أكثر مما بيجلسوا مع أهلهم في المرحلة هذه، يعني الطالب بيجلس مع المدرس من ابتدائي الى ثانوي اكثر من بيجلس. طيب كيف ننهض بالمعلم هذا؟ يعني هذا عند المسؤولين الحقيقه، انا ماني متخصص في هذا المجال عشان اديك. طب الاسبوع الماضي كان هناك جدل كبير، حتى انه يعني غير الرياضيين يسمعون بهذا، يعني ضجيج هذا الجدل حول اقاله مدرب نادي الهلال اللي هو سامي الجابر. سؤالي لك ما هو على موضوع الفرق، أنا عارف أنه أنت مالك كثير في الرياضة، لكن هو قضية كان الشباب والرياضة، خاصة أنه إحنا مقبلين على كأس العالم، حيز الرياضة من مستوانا، وكيف ممكن أنه الرياضة تكون عائق عن التنمية، وكيف ممكن تكون مساهمة في التنمية؟ أنت كيف شايف الرياضة والشباب والتنمية؟ الرياضة بالنسبة لكأس العالم هي مجرد مشاهدة، فبالتالي هي تقف في حيز الهواية، انت قاعد تتفرج عشان تتسلى شوية وانتهينا، لا تخرج عن هذا. ولكن الرياضة في دورها مع الشباب المهم هو الجانب التطبيقي. لا انا ما اتكلم عن موضوع التطبيق، انا اتكلم على موضوع متابعة رياضة كرة القدم تحديدا، خاصة ان احنا مقبلين على كأس العالم، الى اي حد نهتم فيها، الى اي حد ما نهتم، هي تاخذ حيز كبير من اهتمامات الشباب. هي الاشكالية انه الرياضة إن لما الواحد يفكر فيها دحين، لو في واحد جاء اليوم من برا الكرة الأرضية وشاف إحنا إيش بنسوي ما حيفهم، حيلاقي ناس قاعدة تجري وتضرب في شيء، وبعدين الشيء ده لما يدخل بين عمودين الناس قاعدة تفرح. فالسؤال هو الرياضة إيش كمشاهدين دحين، كمشاهدة إيش قاعدة تلبي من احتياجات الإنسان؟ بتلبي احتياج الانتماء، الانتماء، إنه الإنسان عنده حاجة إنه ينتمي لشيء، قبيلة، عيلة، دولة، فكرة، ينتمي لشيء. كل ما قل انتماؤه
أمور أخرى هادفة حيزيد انتمائه لشيء آخر اللي هو الكورة مثلا، فيتحول من مجرد أنه بتفرج علشان أتسلى إلى انتماء شديد لدرجة أنه لو فريقي خسر ممكن أنكد على أسرتي، ممكن ما أروح الشغل، ممكن يأثر على عملي، على صحتي، على مزاجي. وهذا أنا عديت فيه، عشان ما كمان الواحد لا يتكلم كلام مثالي وفلسفي. أنا في سنة 94 أنا كنت مشجع كبير جدا في الكورة يعني، ومحب جدا للمنتخب. سنة 94 لما تأهلوا يعني كنت في أمريكا، وأذكر إلى اليوم لما انغلبوا بلجيكا 1-0 وتأهلوا لدور ال 16 كمية الصراخ في الغرف في شقتي، وجاني الجار كمان دق علي قال لي أقول لك إيش فيه، قلت له سعودي أرابيا وين مش عارف. ولما خسروا من السويد بكيت، لما خسروا 3-1 من السويد بكيت. فأعرف أنا هذا، ولكن هذا كان في مرحلة من حياتي صراحة ما كان عندي أهداف أكبر، فكانت كرة القدم فعلا قاعدة تعبي جزء كبير من احتياجاتي كإنسان، أني أحتاج أنتمي. كل ما بعدت عن هذا بأني أوجدت اهتمامات أخرى في عملي، في أسرتي إلى آخره، قل اهتمام الكرة تدريجيا، وأصبح اليوم أتفرج وأنبسط، أتمنى المنتخب يفوز، بس مش لدرجة أنه والله لو خسر حبكي، ولا لو ممكن أروح وأنكد على أسرتي. في فالهدف أنه الناس تتفرج في كأس العالم، ما في شك أنه محفل كبير، فرصة كمان لتجمع العيلة، الواحد يتفرج مع أولاده وكذا، ولكن بس هذا حدوده، هواية الواحد يتسلى وانتهينا، يذهب إلى عمله إلى إنجازاته. طيب في مجموعة من الأسئلة سألوك إياها الناس، تفضل تسمح لي بس نستعرضها معك. بسم الله إن شاء الله. الشارع يسأل. الشارع يسأل. لماذا أحمد الشقيري يقبل رأس الجفري؟ وهل هو يسلك المنهج الصوفي؟ هل هذه الصورة حقيقية؟ وما رأيك بالدكتور السويدان؟ هل هو إخواني؟ هل الثورات العربية من التغيير المحمود؟ دعوت الأستاذ الشقيري 4 مرات ل4 مواسم ليقف ببرنامجه على أضخم برنامج تطوعي لخدمة ضيوف الرحمن ويشارك فيه 1000 متطوع. هل تعلم أنني بأسلوب الانتقائية الذي تمارسه في خواطرك أستطيع أن أجعل عرعر أجمل من نيويورك وعفيف أرقى من جنيف؟ اسأل أحمد الشقيري هل طلب 35,000 ريال مقابل إلقاء محاضرة في مستشفى النور؟ لماذا لا يكون برنامج خواطر خالي من الموسيقى والعنصر النسائي حتى يتسنى لعدد كبير من الناس المشاهدة دون حرج شرعي؟ ألم تفكر بالهجرة إلى بلد من البلدان التي زرتها؟ ألم يصبك الإحباط من وضع الأمة العربية؟ هل تم إيقاف أو منع أي حلقة من خواطر؟ هل صحيح بعد ذهابه لليابان وتصوير حلقات خواطر اعتقل من بعدها لأنه أظهر الجوانب السيئة في السعوديين؟ ضبط الاستوديو ولا بعدين تبلشون معه بيقارنا مع استوديوهات اليابان. الشارع يسأل. مين حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الأستاذ أحمد الشقيري. طبعا هذا زميلنا أحمد الجريد اللي يقرأ الأسئلة، لكن هذه أسئلة المهردين. خليني أدخل معك في الجانب طبعا أنت عندك إيجابيات كثيرة، نحن لن نتحدث عن إيجابيات لكن نتحدث عن الأسئلة الأهم طبعاً. التي تكررت شوهدت لك يعني مقاطع كثيرة مع الشيخ الجفري، وأيضا هناك صور كثيرة وأنت تقبل رأسه، وهو طبعا معروف أنه يسلك المنهج الصوفي. البعض قال أنه أحمد الشقيري هو صوفي، والبعض الآخر قال لا، أنه أحمد الشقيري هو يعني يسوق للمدرسة الصوفية، خاصة أنه أنت يعني أثبت في أكثر من مرة أنه أنت تأثرت به. أحد من المقابلات قلت أنه بعد والدك هو الحبيب الجفري أثر في فهمي لأحوال القلب وأمراضه وكيفية تنقية القلب من شوائبها. تعليقك. أنا ما لما أتعامل مع شخص بشكل عام ما أتعامل معه بناء على السؤال عن مذهبه أصلا، ولا عن هو ينتمي لإيش، ولا بفكر في الموضوع ده. وخاصة في الفترة دي كانت في بدايات أيام يلا شباب وكذا، الموضوع ده ما كان على بالي أصلا أبدا. وعندي مبدأ أنه أستفيد من الكل، من الكل. يعني أنا أكثر من أكثر الناس اللي أثروا فيه مثلا ستيفن كوفي صاحب العادات السبع، ولو شفته كنت قبلت رأسه. مو معناها أنه أنا مسيحي،
لأني قبلت رأس ستيفن كوفي. تقبيل الرأس هي يعني هي علامة امتنان انت؟ يعني الرأس هي عبارة عن امتنان، واليد تفهم بكذا شيء. ممكن يكون واحد يقبل يد واحد من باب الذل، ممكن من باب التبعية، ممكن وممكن أيضا من باب الاحترام والمودة والحب. كل هذه ممكن تندرج تحت تقبيل اليد. تقبيل اليد بيجي في لحظة كده، الواحد ما بفكر فيها، ما بجي أقعد أدرس والله الآن سأقبل يد الدكتور طارق السويدان. كنا بنصور برنامج لو كان بيننا، وبرنامج لو كان بيننا كان برنامج أنا في كثير مواقف منه تأثرت فيه عاطفيا، وهو كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والدكتور طارق كان له ألبوم السيرة النبوية، وكان أول ألبوم أنا أنهي فيه السيرة النبوية كان ألبوم الدكتور طارق السودان، وهو ألبوم موجود من التسعينات ومسموح في كل الأسواق، وألبوم سليم ما عليه شيء يعني. فقابلنا من أجل هذا، من أجل موضوع السيرة النبوية وإيش شعوره في موضوع الألبوم. وبعدها أنا تأثرت وقبلت يده فقط لا غير، احتراما ومودة فقط. يعني هي حالة شعورية غير مخطط لها؟ لا غير مخطط لها أبدا. حتى السنة الماضية مثلا غطينا، لما غطينا المعمرين غطينا حلقة عن المعمرين، وصورنا واحد اسمه مستر هيرب عمره 102 سنة. أنا في الأخير كده لا شعوريا يعني حسيت كده قبلت يده احتراما لسنه، بس لقيت واحد كبير في السن ودوبه كان قاعد يسوي رياضة يعني، وعجبت فيه وبدون يعني لا شعوريا بدون تخطيط قبلت يده. فالتقبيل اليد طبعا هم بعض الناس أخذوا الفريم ده وحطوه وأرادوا أن يسقطوا أمور لا تحتمل في الموضوع ده. لا أتبع الدكتور طارق السودان وهو يعلم ذلك تماما، ولا أتبع أحد أصلا، ولا أذل نفسي لأحد، والحمد لله الحمد لله. وما حسوي شيء زي كده إلا لما أحد أحترمه مع اختلافي معه. لعلمك الدكتور اختلف معه في ايش؟ يعني انا مثلا الدكتور طارق كنت اتمنى ما يدخل في كل الاحداث اللي دخلت مؤخرا، يعني في الاحداث السياسيه وتعليقه عليها ما كنت اتمنى انه يدخل فيها. ليش ما كنت تتمنى؟ بس لانه يعني ما اجد انه زي ما ذكرت لك السبب الاول، انه اذا انت ما انت في وسط الحدث، في وسطه في وسطه حتى مش بس تسمع، لا تعطي رايك احسن. فانا ما ف احترامي له وحبي له ليس معناه أنه أنا موافق على 100% من آرائه، وليس معناه أنه أنا إخوانجي أو أنه أنا أتبع جماعة الإخوان. أنا لعلمك الدكتور طارق ما عرفت أصلا أنه هو تبع إخوان إلا من كم سنة بس، يعني أنا أعرف دكتور طارق من 2002 استضفناه في يلا شباب، ولا أعرف أنه كان منتمي. وأنا 10 سنين مع الدكتور طارق السودان ما عمرنا تكلمنا في موضوع الإخوان، ولا من طرفه ولا من طرفي ابدا. انت ما عرفت الا متاخرا؟ مؤخرا يعني مؤخراً. ايوه من يمكن 2-3 لما عرفت الموضوع، وهو ما عمره كان بيتكلم فيه معايا. يمكن هو موضوع معروف بس انا مره اخرى ما عمري بتعامل مع الناس بناء على جماعتهم او دي. انا عندي انه ابغى استفيد من الكل، استفيد من الكل. انت مفتوح مع الجميع يعني؟ أيوة. سواء اخواني ولا صوفي حتى هنا سبحان الله ده كتاب خواطر شاب كتبته 2003 يعني من كم سنه يا عبد الله؟ من أكثر من 10 سنوات، من أكثر من 11 سنة. وهذه مقالة كاتبة قبل الأحداث وقبل الثورات وقبل الصور هذه وقبل كل شيء. وكاتب هنا في آخر مقالة اسمها الكثير من الخلق اختلفوا على فقه الخلاف، وأنه إحنا المفروض الأمور عندنا مو الإنسان يا ملاك يا شيطان، نختلف مع الناس ويبقى الود ويبقى الاحترام. وكاتب في الأخير أنا لست عندكم زوم ولا بلاش الزوم؟ لا اقرا 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 انت اللي. هو في خواطر شعب الجزء الاول، انا لست صوفيا ولا سلفيا ولا وهابيا ولا من الاخوان ولا من غيرهم من الجماعات. انا مسلم واتعامل مع كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على انه مسلم بس. بكل بساطه ترى، وما عندي أنا مو جاي لأمامك اليوم علشان مثلا أبرر ولا أني أقول شيء علشان كنت في توجه معين وغيرته خوفا من الأحداث. ما عمري أعلنت ولا لأنه عمري. هو الآن هذه الأحداث بمجملها يعني كثير تعرف أنت يمكن شفت بكثير من التهم اللي قضيت أحمد ينتمي من الإخوان حتى. طيب ليش ما قالوا مثلا ينتمي لشيء غير الإخوان؟ دائما الإخوان لأنه في علاقة مع الدكتور طارق السويدان والدكتور طارق إخواني أو يتبع جماعة يعني الأخوان. هي بهذا الشكل هم أبدا صحيح. لأنه أنا ما عند ليس لي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولن يكون عندي علاقة من قريب أو من بعيد مع أي جماعة ومع أي مذهب. أنا هذا قرار متخذ لن تنتمي من زمان. لن أنتمي لشيء
يعني ما تشوف فيها حق بعضها؟ بغض النظر، لا ممكن يكون في حق عند بعضها والحق يؤخذ من بعض الجماعات والمذاهب عندها. لا أنا أقصد ما في الجماعة الحق على قولتهم، يعني أنا أخذ وأستفيد من الكل، وهذه أتمنى أنها تكون واضحة. ما عندي شيء أخبيه ولا عندي أجندة. أولا ما عندي أجندة سياسية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وليس عندي أي أجندة جماعية وانتماء إلى جماعات، ولا أنوي أصلا أني أنتمي إلى شيء. وهذا لا يمنع أني ممكن أجلس مع ناس كثير، يعني أنا مثلا أحترم جدا كان الشيخ بن عثيمين وتواضعه، لو كنت أمامه وكنت عايش وقت وجوده كنت قبلت رأسه لو قابلته. هذا لا يجعلني وهابي، هو من المذهب الوهابي مثلا، لا يجعلني وهابي. وأحترم الشيخ بن باز، وأحترم أي أحد أكبر مني استفدت منه حرف أحترمه. الشيخ الجفري لعلمك ولا عمري دخلت معاه في قضايا صوفية، وكنا نروح مع بعض من جدة للمدينة المنورة. جات فترة كده في رمضان من زمان، من 6-7 سنوات، كنا نروح، وأحيانا كان أصطحب أصدقائي معي في السيارة، فكانت جلسة 3-4 ساعات في السيارة. شرطي كان للأصحاب اللي بيجوا معايا أقول لهم حتيجوا معايا معايا الحبيب الجفري، شرط ما نتكلم في أمور الصوفية والعقيدة، تبغوا تستفيدوا منه في أمور اللي هي عامة الكل ممكن يستفيد منها استفيدوا. أنا كمان أنا استفدت من الحبيب الجفري في أمور القلوب، يعني كيف تتعامل مع الكبر، كيف تتعامل مع الحسد، كيف تزيد من خشوعك في الصلاة، كيف تتعامل مع الشهرة. كان هذا قضية كبيرة عندي جدا وكنت بتكلم فيها معاه، أنه كيف أتعامل مع الناس، ومع سواء الانتقاد أو الحب الشديد لبعض الناس كيف أتعامل معاه قلبيا، أنا ماني عارف أتعامل معاه. فكنت بأخذ من الكل، يعني هذه أسئلتي كانت للكل، سواء الجفري أو الدكتور طارق السويدان أو أي أحد ألتقي به، عالم دين أو تطوير ذات أو حتى أبويا لما أتكلم معه بسأله نفس الأسئلة. بس هل نفهم من هذا الكلام أن أنت ترسل رسالة أو توصية أو وصية للشباب أنه لا تنتموا لأيا كان من هذه، سواء سلفية ولا وهابية؟ هذا قرار خاص في كل شخص يتخذه، ولكن اللي أقدر أقوله أنه الواحد عمره ما يسلم عقله لأي شخص بالعمى. ما عمرك تتبع شخص يعني بعض الناس اللي علقوا على بوست الدكتور طارق السودان أنه أنت دوبك قايل لنا أفلا يتفكرون، موسم كامل يتفكرون، أنت قاعد تبوس. مرة أخرى أكرر، بوست اليد ليست تبعية، كانت بوست يد احترام وتقدير فقط لا غير، ليست تبعية بمعنى أنه أنا قاعد أتبع الدكتور. أنا استفدت من الدكتور طارق السودان، استفدت منه، حضرت له حتى دورة في مثلا في فن الإلقاء، في كيف تخطط لحياتك. الدكتور طارق عنده كثير من الألبومات المسموحة في كل الأسواق بما فيها السوق. تأثرت علاقتك في بعد الأحداث الأخيرة ومنعه من المملكة وإلى آخره وابعاده عن قناة الرسالة وإلى آخره؟ آخر شيء كان معاه أنه قلت له يا ريتك ما دخلت في الموضوع ده، ما كنت أتمنى يدخل الموضوع ده. يعني كان عنده قبول في شريحة كبيرة جدا من المجتمع، وما كان ما كان في داعي يدخل في هذا الموضوع ابدا. وكان عنده مشاريعك، وقلت له دكتور مشاريعك اهم من انك تعلق على حدث بعد 10 سنين يمكن الناس مات، عندك مشروع قناه الرساله وعندك زياراتك ومحاضراتك ودوراتك، هذه اهم من انك تعلق على حادث وانت بعيد تماما عنه اصلا. يعني مهما كنت معتقد أنك قريب من الحدث أنت بعيد من الحدث. ما حد يعرف الأحداث اللي حصلت في مصر إلا اللي ساكن واللي جالس هناك واللي شايف الأحداث من أولها لآخرها، حتى اللي في مصر ما هم قادرين كانوا يفهموا الحدث بالكامل. وهذا أثر على قبوله أنت شايف؟ طبعا أثر على قبوله، ما هو قناة الرسالة عندكم في روتانا يعني أخرج منها طيب. وغيرها يعني. خلني أدخل على ملف بس آخر. واضحة الفكرة واضحة الفكرة. لا والله من جد ليش تتكلم بي يعني انا اول مره اشوف يعني دمعه في عيونك ويوسف مع معرفتي الطويله بك، يعني ليه هالدمعه هذه ليه؟ ما في دمعه. طيب لا انا دائما اشوف يعني رجاء، وهذه الرساله للمشاهدين نستفيد فيها في حياتنا، ما في انسان على الارض ملاك وما في وابليس. احنا عندنا المشكله لما نختلف مع واحد في شيء نلغي كل شيء سواه تماما. وأنا الدعوة دائما أنه ننظر للشخص أيا كان، سواء صاحب برنامج خواطر أو غيره، قال شيء كويس دخل العقل أوكي شكرا، قال شيء غلط
أو ما دخل العقل، ننبهه وننصحه ونتكلم معه، والله هذه ما عجبتني، ولكن هذه كمان لا نخفي دوره في كذا وكذا وكذا. طيب هم الأبيض وأسود في تقييمنا للأشخاص بشكل عام، سواء كانوا إعلاميين أو دعاء أو مشايخ. مشكلة كبيرة اليوم في العالم العربي، يا أبيض يا أسود. نبغى نروح لبعض. طيب نروح لبعض. المهم أنه مش يا أبيض يا أسود، واضحة واضحة يعني. طيب لا الموضوع واضح، انتماء عدم الانتماء ولا نوضح أكثر؟ لا واضح. قضية موقف من الثورات العربية، الشباب العربي في بداية الثورات العربية كان متفائل كثيرا في هذه الثورات، لما شاف النتائج أحبط كثيرا وأحس أنه انتقل من الأبيض إلى الأسود. أنت كيف شايف؟ هل هذا من التغيير المحمود؟ هل هذا من التغيير غير المحمود؟ كيف يكون التغيير المحمود بالنسبة للشباب العربي؟ أنا أتكلم، لا أتكلم عن منطقة محددة، أنا أتكلم عن الشباب العربي بشكل عام. كل دولة لها وضعها وكل دولة لها ظروفها، والموضوع محمود ولا ما هو محمود حيبان بآثاره. يعني بعد 30 سنة، عام 2030 ولا 2040، الناس هتقدر تقيم أنه اللي صار في مصر مثلا هو لخير مصر ولا لسوء مصر، حيقيموا بوضعهم سنة 2040. أما اليوم الواحد يقعد ينظر ويقول والله أحسن ولا مو أحسن، أنا ما أعرف. حتى العلم، إذا أخذنا أوروبا، أخذنا أوروبا كمثال، نجد أن تعاملهم مع التغييرات اللي حصلت في القرون الـ 18 و 19 مختلفة. في بلاد ثارت والآن هي كويسة، اللي هي فرنسا وغيرها، وفي بلاد فضلت مثلا ملكية. يعني إلى اليوم في أوروبا بريطانيا ملكية، في ملك ملكة، والدنمارك وهولندا في ملكيات، ولكن تطوروا. لذلك يعني بعض المقولات، وبالمناسبة هذه مقولة كمان حتى للدكتور طارق السودان كان يقولها على الأحداث، يقول أنه الملكيات it's an evolution not a revolution، المفروض يحصل فيها تطور وتحسين وليس ثورة، هذا أحسن للمنطقة بشكل عام. ولكن مرة أخرى كل دولة لها يعني احنا أرهقناك في الحديث السياسي، خليني أدخل أيوة في موضوع ثاني، موضوع الدخل وقضية الدخل والفلوس وكذا. يعني سمعنا، أنا أجلت الحديث اللي تقدم في بداية الحلقة، أنه يعني هذا واحد من اللي يسأل قال له أنه أنت طلبت 35,000 مقابل إلقاء محاضرة في مستشفى النور، وبعضهم قال السيارة يعني لازم تكون شروط معينة، ويمكن أنت سمعت جمعية أرسلت لي سيارة علشان أديها روح أديهم محاضرة، والسيارة ما كانت بالمستوى فرفضت. طلبت أظن رولز رويز ولا لكزس ولا مدري إيش طلبت. إيش تعليقك على هالموضوع؟ التعليق التوضيح اللي وضحته دائما وأكرر، لأنه بعض الناس يمكن ما يكونوا عارفين، أنا من أول دخولي في الإعلام إلى اليوم لم يدخل جيبي هللة هللة من ولا شيء من مشاريع اللي تسمى مشاريع لتوعية المجتمع، سواء كان برنامج خواطر أو مقهى أندلسية أو الكتب. الكتب حتى مؤخرا أضفنا عليها ختم أنه الكاتب لا يحصل على أموال. ليش طيب؟ لانه انا اتخذت قرار، يعني هو حق مشروع، يعني انه حق مشروع لانه جهد. ولكن انا اتخذت قرار عام 2002 انه دخولي في الاعلام لن يكون له اي اهداف ماديه، لا من قريب ولا من بعيد، واني قلت استثمر النعمه اللي الله سبحانه وتعالى انعمها علي، انه عندي دخل من تجارتي، عندي تجاره وعندي شركه والحمد لله بتجيب لي دخل يكفيني ويكفي اسرتي ويكفي اولادي، فانا مكتفي بهذا الدخل. فقررت انه الاعلام لا يدخل فيه اي شيء مادي، واتخذ قرار أنه كله يكون أعمال خيرية. الآن عمل خيري مش معناها أنه خواطر ببلاش. هو دائما تكلمون عن هذا يعني المقهى مثلا ليش غالي، ليش الموية بستة ثمانية ريال، من هالكلام يعني. هي طبعا ما هي بستة ولا بثمانية ريال الموية، ما أدري بكم، ثلاثة ريال ولا بريالين، دحين حيجوا يقولوا ليه ثلاثة ريال مو بريال. مفهوم العمل الخيري النون بروفيت، العمل الخيري في المجتمع، واحدة من أساسيات الدعامات أنه يمشي كويس وما يكون ضعيف ومهلهل، أنه لازم يجيب دخل، لازم يجيب دخل، لازم يكون عنده منتج يبيعه، ما يعتمد فقط على تبرعات المحسنين، يقدم منتج كويس يجي دخل كويس. ولكن الفرق الوحيد بين الخيري وغير الخيري أنه الدخل هذا ما بيدخل في جيب المالك. يعني أنا مالك أندلسية ما يدخل في جيبي هللة، ولكن مش معناه انه اندلسيه حتقدم المويه ببلاش والقهوه ببلاش ولا الاسعار هي عشان تغطي المصاريف. طيب خليني اسال انا لعلمك بس، اندلسيه ما بتسوي فلوس اصلا، هي يلا تغطي ايجارها، ايجار هي الايجارات غاليه. نعم. هو كله عفوا بدور موضوع الاسعار، كله بدور على اذا الايجار غالي واذا المنتجات غاليه الموضوع حيكون غالي. الشاهد انه يدوبك تغطي مصاريفها وليس الهدف مادي. وكل الاشاعات اللي لها علاقة بالمادة، ما عمري أنا حتى لما كنت أحاضر، ومش محاضرات دينية واللي خيرية ولا غير خيرية، ما عمري
أخذت هللة من محاضرة، وكانوا الناس اللي يصروا، أحيانا بعض الناس يصروا يدوني ظرف وفي فلوس أخذه ويروح نتبرع فيه للجمعيات، وأقول لهم أقول لهم هذا حنروح نتبرع فيه. أنا كشخص لا أحصل على مادة، ولكن خواطر لازم القنوات لازم تدفع فيه فلوس عشان تغطي مصاريفه، يعني المصورين ما بيشتغلوا ببلاش. لكن أنا بسألك عن وضع الاستثمارية، يعني المعلومات اللي عندي أنه مجموعة الفوزان المركز الطبي شركة أصول هي اللي أسست شركة اسمها أرامل الإحسان القابضة الغير ربحية اللي تشتغل على خواطر وعلى مقهى حاليا. هذه صار لها سنتين بس. أي يعني حولت أنا كل الأعمال دي حولناها للشركة. ليه؟ علشان يصير الموضوع مش معتمد على أحمد كشخص، يصير في عمل مؤسسي يعني يستمر. ايش دورهم هذول الناس؟ داعمين، يعني بمعنى انهم استثمروا في الشركه كراس مال وداعمين بالافكار وبالاقتراحات لا لان انا لاحظت انه مثلا في كثير من الحلقات سواء في خواطر او حتى في مقابلاتك انت تثني بالاسم على عبد الله الفوزان ابو مشعل كثيرا يعني سواء في احسان التطوعيه ولا احسان مسابقه احسان السنه النبويه. ايش القصه؟ ولا شيء، ابو مشعل من المحبين، يحب برنامج خواطر، وكان جانا في خواطر 2 قال انا حابب ادعم البرنامج ده باي طريقه ممكن. واحنا واحدة من الأمور اللي بنغطي فيها مصاريف البرنامج الرعاة لما يجي راعي، طبعا مو رعاة ام بي سي بالمناسبة. نعم. احنا ما بيجينا هللة من رعاة ام بي سي. بعض الناس بتقول يا أخي عندكم 20 دقيقة إعلانات قبل البرنامج، أنا ما لي علاقة فيها أبدا. فأبو مشعل دعم البرنامج برعايته من خواطر 2 جزا الله خير، وساعد في عن طريق هذا الدعم، لأنه الدعم مو قاعد يجي مرة أخرى لجيبي، قاعد يرجع للبرنامج، فساعد أنه البرنامج كل سنة عن سنة يتطور. يعني هم فوزان خدمة المجتمع قاعدين يسوون دعم ما هو استثماري، دعم لتكبير المشروع. أيوة فقط. أيوة فقط. أيوة كله ما في له أهداف، أي أهداف ربحية ولا مالية والحمد لله. وبعض الناس أنا أؤكد اللي بيستغرب طب كيف عايش؟ عايش أنه عندي شركة تدور دخل والحمد لله مكتفي منها بفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب خليني أسألك على موضوع علاقتك مع الحكومات. يعني هنا في أسئلة، أنت اعتقلت، أنت مدري ساعات تعرف طلعت إشاعة قديمة أنه أنت اعتقلت أو شيء من هالقبيل. علاقتك بالقيادات العربية سواء على مستوى يعني أنت لما تتواصل مع المسؤولين بشكل خاص، أنا أتكلم عن المسؤولين كبار المسؤولين، هل هو الرسالة اللي معكم عتب؟ أنت ما تطلع للشيء الشين، أنت بتعطي رسالة سلبية عن جهدنا، أو لا هو فعلا في تواصل إيجابي وأنه والله إحنا مبسوطين اللي تسويه، كيف إحنا ممكن نتطور، كيف كيف؟ بشكل عام أنا إلى الآن الحمد لله كله تواصل إيجابي، وفي مودة مع علاقة ومودة مع عدد من المسؤولين الحمد لله، سواء في السعودية أو خارج السعودية، لأنهم عارفين أنه ما عندي نية يعني مبطنة، ما عندي نية مبطنة، ما أبغى أزية لأحد، أنا أبغى هدفي أنه كل العالم العربي والإسلامي يتحسن. فبالتالي بيكون هو تعاون، يعني مثلا الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم السابق لما التقيت معه عملنا عملية تعاون، ومشروع إلى اليوم موجود في المدارس اسمه فينا خير، نقل بعض التجارب من المدارس في اليابان. يعني هو انتشر ولسه في صعوبات كثير، ولكن يعني انتشر من مدرستين الى الان اظن في 1000 ولا 1500 مدرسة مطبق. ففي تعاون، في تحالف، ما في الحمد لله يعني موضوع اعتقال وما اعتقال، ما يعني في خطوط حمراء في خواطر مثلا؟ عندي خطوط حمراء، انا عندي، ما حد عمره جاء قال لي احمد ترى هذا سقفك. أنا عندي خطوط حمراء أنه أنا ما أحب أتكلم عن أحد باسمه أولا، هذا واحد. ما أتكلم عن دولة باسمها. كل الناس اللي تقول أنه والله السعودية السعودية، ما عمري قلت السعودية. صحيح أحيانا بصور في السعودية أوكي، بس ما كلامي أنا بشكل عام وهدفي فعلا داخليا أريد العالم العربي كله يتحسن صدقا يعني. فبالتالي لما أجي أجيب شيء ما بجيب سيرة وزير ولا وزارة معينة ولا دولة معينة ولا جنسية معينة، كلامي عام وأحاول بقدر الإمكان يبقى عام. هذه عندي خطوط حمراء، ما عمري هجيب في التلفزيون فلان وأقعد أهاجمه. يعني مع الأسف أحيانا في الإعلام اليوم يعني صار إعلام، لذلك أنا مقل في تويتر كمان، يعني الطاقة كلها سلبية، الطاقة سلبية، كله هجوم على بعض وسب في بعض وبالاسم وتريقة على بعض، مو هذا الهدف. طيب والله مو هذا الهدف من الاختلاف. هل سبق انه منعت اجزاء او حلقات من عرضها في الحمد لله لا. يعني من خواطر لا عمرهم شالوا ولا كلمه ولا حرف ولا من خواطر شمس. واحد لخواطر 9 يمكن شالوا دقيقه. ايوه وش الدقيقه في خواطر 3؟ وش هي؟ كانت حلقه كذا وفي جزء كذا كان في فقره معينه كذا بس شالوها، بس دقيقه من
ما ادري كم 2000 ولا 3000 دقيقه مده ال وش الدقيقه طيب تذكرها؟ لا شيء كذا ما الحين ما في وقت، حتقول لي انت قاعد تقول فيه كل شويه وتقول له ايوه فوقت اخلص. انا اعلمك ايش اللي انا اطل فيه. هو كان في ايش انت انا اللي اقول لك كانت فيه صوره، كان في فليكر كذا على الصوره، فانا قاعد متضايقه بقعد اتكلم معاهم، تعرف احنا مدمنين تحسين زيك. ايوه فبتشوف ليه كل شويه اشوف. الان ضبطت خلاص. طيب هذا الإحباط اللي أنت تتكلم عنه في سواء اللي أنت الحالة اللي أنت سويتها، هل فكرت في يوم من الأيام أنه والله أنا خلاص سوف أغادر، سوف أهاجر، سوف أعيش في مكان آخر غير هذا المكان وأكون أنا زائر فقط ولست مقيم في البلدان العربية؟ لا لا، احنا نتمنى انه العالم العربي يعني يتحسن ويكون لنا دور في ذلك. وانا بالمناسبه مش احباط، انا عندي ايمان انه ان شاء الله الامور للاحسن، وعندي ايمان كبير في الشباب، والشباب اليوم مطلع وواعي وعنده مجالات كثيره. التعليق اللي جاء على انه حاولنا نتواصل مع احمد عشان يغطي اعمال تطوعيه، لا هم تكلموا مش عن الاعمال التطوعيه، هم تكلم على انه الان احنا في السعوديه مثلا مشهورين بشغلتين يعني في البترول وفي الحرمين، يعني ما في لا تخليني ادخل في الموضوع ده لسبب لا، لانه هو يقول لك اضخم برنامج تطوع لخدمه ضيوف الرحمن مشارك فيه 1000 واحد 1000 متطوع وحاولوا يتواصلوا معك 4 مرات. طيب هذه ليش ما تبرزت الايجابيه هذه؟ انا ما يعني المثال ده صراحه ما يحضرني، انا ما اعرف، لازم ارجع المكتب اشوف تواصلوا معاه ما تواصل. ولكن انا اقول لك شيء بشكل عام في السعوديه، 3 من اهم الانجازات في السعوديه بدون ذكر اسماء عشان لا احرج احد، طيب احنا جيناهم وقلنا لهم يا جماعه نبغى نغطي اهم 3 انجازات، يعني مش من اهم، من اهم 3 انجازات المهمه، بعضها حكومي بعضها حكومي سلاش قطاع خاص. احنا كنا وانا بالعكس مبسوط منهم. نعم. وابغاها تنعرض. الردود اللي جاتنا شو يقولون؟ اولا واحد ما جانا اذن، رد ثاني جانا انه هذا لازم تقدم على 7 جهات ولازم اذن من الملك. اوف. بغض النظر عن الـ عن الـ عن الجهه. واحيانا بنغطي اشياء في السعوديه، واحده من التحديات في السعوديه احيانا انه ما بيسمح، احيانا بيسمح، انا ما بقول انه ما بيسمح دائما، ولكن احيانا ما بيسمح لنا انه نصور لانه في مكان في مكان معين كان موجود هنا، موجود في السعوديه وموجود شبيه له في لندن. قلت لهم يا جماعه ليه اروح اصور في لندن وهو موجود هنا؟ هو موجود وبالعكس كويس. قالوا لي لا ما نبغى يعني في الوضع الحالي ما نبغى نبرزه. قلت له طب ما حيروح اصور في لندن. ورحت صورته في لندن. نفس يعني نفس خلينا نقول المشروع في المكانين لم يسمح لنا انه نصوره هنا. طيب ليش؟ بس هذا مش عام علشان لا يفهم خطا. هذا مش عام، في حالات معينه بنكون نبغى نصورها ما بيؤذن لنا، وحالات بيؤذن لنا. لا يعني صورنا في الجبيل الصناعيه تعاونوا معنا جدا، صورنا في ينبع الصناعيه تعاونوا معنا جدا، احنا غطينا من السعوديه ما لا يقل عن 40 50 نموذج ايجابي، مع الاسف الناس لما تعلق تتجاهله. يقولوا ولا غطيت شيء، لا بتجيب سيئاتنا بس 40 في 40 مقطع عندنا في اليوتيوب القناة، عندنا شيء اسمه من السعودية، كل المقاطع الإيجابية التي ظهرت في برنامج خواطر من السعودية، ولم تظهر تطبيلا ظهرت لأنه أنا فعلا مؤمن أنها إيجابية وأتمنى أنها تتعمم. لكن مرونة التصوير بشكل عام بغض النظر عن 3 نماذج في للإعلامي في السعودية أنت كيف تقيمها؟ لا مرن ما واجهتنا صراحة مشاكل الحمد لله. بغض النظر عن المثالين دول، بس لأنه المثالين دول يعتبروا أشياء بارزة فعلا. تعتبر فعلا إنجاز حقيقة يعني بس فوتنا على أنفسنا فرصة استعراض إنجاز. ما أعرف الحين لا تدخلني في، بس أنا أبغى أصل مفهوم أخ عبد الله أنه أنا لما أتكلم عن موضوع معين أبغى أبرز سواء سلبيات أو إيجابيات، يهمني الموضوع ما يهمني المكان ولا الجنسية. يهمني أبرز هذا الموضوع بأحسن طريقة للمشاهد أنه الرسالة تصل، ولا أنظر أبدا لموضوع الجنسية ولا الدولة عند إبراز هذا الموضوع. موضوع الهجرة وما الهجرة، هل ممكن أنه يوم من الأيام نشوف أحمد شقيري حامل جواز غربي أمريكي كندي بريطاني؟ لا يعني لا ليه يعني الحمد لله الواحد يعني مرتاح، والجواز الحمد لله الجواز السعودي يعني محترم في كل البلاد حاليا، ما بتلاقي فيه مشاكل الحمد لله. قضية لله. اختم بها بهذا السؤال، قضية الذين يقولون انه ما نتمكن احنا من متابعة خواطر للاعتبار الشرعي عندهم في قضية الموسيقى والنساء، انت كيف تعلق او ماذا تقول لهؤلاء المنتقدين؟ لا تعليق.
لا تعليق. لا تعليق، ما اسألني سؤال ثاني اكسب الدقيقة دي أكثر. مشكلة انتهى وقتي. خلاص خلصنا كل لا باقي، بس هذا ما راح نلحق عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وشكرا على الدعوة، ونتمنى إن شاء الله إحسان الظن في خواطر عشر إن شاء الله لما يشوفوه المشاهدين. أي شيء فيه كويس فهو بالتوفيق من الله، وأي شيء فيه سيء فأتمنى أن يعذرونا. ممكن أختم بكلمة واحدة أخيرة؟ أتفضل. ليس كل مصلح ثائر، وليس كل ثائر مصلح، ليس كل من يريد أن البلاد العربية تتصلح معناها أنه يبغى يثور ويبغى يقلب نظام الحكم ويبغى يلخبط الدنيا ويبغى يزيل الأمن، والعكس صحيح، ليس كل من يدعو لثورة هو يريد أن يصلح فعلا. الأمن من أكبر نعم الإنسان، أنه يكون عايش في مكان آمن، ولكن الأمن نعمة تدوم بالعدل وتزول بالظلم. أي إنسان يصلح أو يريد أن يصلح بلده أو العالم العربي هو يريد في النهاية الأمن، ما يريد ما في أحد في التاريخ يريد زعزعة الأمن، ما في أحد يبغي يعيش في قنابل وحرب أهلية وناس تتقتل. المصلح يريد أن يدوم الأمن، من حرصه على دوام الأمن في البلد أنه يريد الأمور هذه تتصلح، لأنه لو تصلحت سيدوم الأمن. شكرا لك أستاذ أحمد الشقيري، شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن أحمد الشقيري أنه يقول ليس كل مصلح ثائر ولا كل ثائر مصلح. السلام عليكم. أهلا وسهلا.